حصري بعد التصرفات التي أراها عفوا صبيانية، تصرفات أراها صبيانية، ولا تتيح لي أن أتقدم للموقع الذي يجب أن أقف فيه إلا حين أعد لحساباتي أعدادا جيدة. سوف أكون في المكان الذي يرتضيه فيه الشعب المصري الكريم في الوقت المناسب، ولن أتخلف ثانية واحدة عن بيت البلد. أنا لم أكن شريكا في الحزب الوطني،